كتطابي في لابليكاسيون، راه عندك واحد البلاصه كتلقى فيها تحميل البيانات، تطابي في لابليكاسيون وانت بغيتي طاب بغيتي دير داك الكود ديرو، ما بغيتيش ديرو ما ديروش. فانت ملي كدير هذاك الكود اش كيوقع؟ هذوك الاكواد كاع دوك الناس اللي تلاقيتي معاهم وهذا كيمشيو لعند الوزاره، عند وزاره الصحه. لقيتنا الجديد اللي طرحت وزاره التربيه، وزاره التربيه الوطنيه، وزاره الصحه، فهناك الكثير من الكلام حول او يشوب هذا التطبيق. فارتأيت انني نقوم بهذا البث المباشر باش نوضح مجموعه من النقاط حول هذا التطبيق، وهكذا فما يكونش هناك تمرير لبعض المغالطات. فعفاكم بارطاجيو هذا اللايف هذا قبل ما نبدا، وقبل ما نبدا الشرح ديالي باش هكا يكونوا. ما عرفتش كتشوفوني بعدا لانه ما كيبانوش ليا لي كومونتير، ما عرفتش واش ما تيبانوش ليا لي كومونتير، ما عرفتكمش كتشوفوني ولا لا. كيبان لي عدد المشاهدات ما تيبانش ليا التفاعل. الو سمحوا لي اخوتي، ما تيبانش ليا التفاعل، ما تيبانوش ليا لي كومونتير ديال الناس. نتمنى انكم تكونوا كتشوفوني. الو بالنسبه للتطبيق ديال وقايتنا، قبل ما نهضروا عليه ونعرفوا ونقولوا واش هو تجسسي ولا ماشي تجسسي، اولا خاصنا نفهموا هذا التطبيق كيفاش كيخدم. ياك الخوت مزيان. الو بالنسبه للتطبيق وقايتنا، شكون هما الناس اللي مطورين هذا التطبيق هذا؟ الناس اللي مطوراه ماشي وزاره الصحه، ولكن اللي مطوراه هما مجموعه من الشركات المغربيه اللي خداو لينيسياتيف تطوعيا انهم يطوروا هذا التطبيق هذا ويطرحوه للمغاربه، يعني بغيتا انهم يحميو المغاربه من فيروس كورونا. فباش نهضروا على التطبيق واش هو تجسسي ولا ماشي تجسسي، خصنا نعرفوا اولا هذا التطبيق كيفاش كيخدم. هذا التطبيق هذا اون فوا انت كتانستالي في لو تيليفون ديالك، فهو الحاجه الوحيده اللي كيخدم بها هو البلوتوث، تي اكتيفي البلوتوث وما تي اكتيفيش الجي بي اس. يعني ملي تنقول انه ما تي اكتيفيش الجي بي اس، يعني حتى شي واحد ما غاديش يعرفك انت فين كاين، يعني ما غتكون كتخدم بالتطبيق بالتليفون ديالك ما غيعرفوكش انت فين كاين، لانك انت ما خدامش بالجي بي اس، انت خدام غير بالبلوتوث. والدور ديال هذا البلوتوث هو اشنا هو؟ يعني ملي تكون انت مانصالي هذيك لابليكاسيون تاكتيفي البلوتوث، وتيكون شي واحد اخر معاك حتى هو مانصالي هاد لابليكاسيون وتا هو ماكتيفي عنده البلوتوث، ملي كتكون انت وياه نفرضوا مثلا تلاقيتي معاه في مارشي، تلاقيتي معاه مثلا في مكتب او لا هذا، وكان واحد المسافه قريبه منكم، كيوقع واحد ليشونج ديال لي زانفورماسيون بين تليفون وبين تليفون هذاك السيد، فقط بينك انت وبينو عن طريق البلوتوث. اش كيتبادل انت وياه؟ كتبادلوا دي كود فقط، اكواد هما اللي كيتبدلوا، اللي كتبادلوا انتم وياهم. هذوك الاكواد اللي نتوما كتبادلوا بيناتكم بطبيعه الحال كيتخزنوا انت عندك في الهاتف، وانت داك السيد تيتخزنوا عنده هذوك الاكواد في الهاتف. هذوك الاكواد راندوم عشوائيه كيتخزنوا عندكم بجوج. نفترض قدر الله شي واحد كان مصاب فيروس كورونا، يعني واحد السيد تلاقيتي معاه وهذاك السيد صدق مشى دوز التحليله حسب شي اعراض، مشى للسبيطار تصاب انه فيه الفيروس. الو اش غيديروا؟ هذا الشيء تطوعيا كنقول، حتى واحد ما تيبزز عليك. اولا بعدا واحد الاشاره، حتى واحد ما تيبزز عليك انك تانستالي هذيك لابليكاسيون، الا ما كنتيش بغيتي تانستاليها ما تانستاليهاش، حتى واحد ما تيبزز عليك. مي الا كانت فيك روح المواطنه وانك مغربي قح، بطبيعه الحال ما غاديش تبغي انه هذا الفيروس هذا ينتشر، فانا كنوصيك انك تانستاليها. مي على العموم اختي الشريفه، السلام، الزين، شكرا. فقلت على انه باص. فنفرضوا ان واحد السيد مشى للسبيطار ولقى راسو لا قدر الله انه مصاب بفيروس كورونا، اش غادي يطلبوا منه؟ غيقولوا ليه واش عندك اسيدي هذيك لابليكاسيون ديال وقايتنا؟ غيقول لهم اياه انا راه مانصالي هذيك لابليكاسيون ديال وقايتنا. غيقولوا ليه الله يجازيك بخير، حنا راه غادي نصيفطوا لك واحد الكود، واحد الكود اس ام اس، كطابيه في لابليكاسيون، راه عندك واحد البلاصه كتلقى فيها تحميل البيانات، تطابيه في لابليكاسيون وانت بغيتي طاب بغيتي دير داك الكود ديرو، ما بغيتيش ديرو ما ديروش. فانت ملي كدير هذاك الكود اش كيوقع؟ هذوك الاكواد كاع دوك الناس اللي تلاقيتي معاهم وهذا كيمشيو لعند الوزاره، عند وزاره الصحه. وزاره الصحه اش كتلقى؟ اشنو هما المعلومات اللي كتلقى؟ كتلقى غير الارقام الهاتفيه ديال هذوك الناس كامل اللي تلاقيتي معاهم، الارقام الهاتفيه، وكتصل بهم، كتصل بهم على اساس انهم خاصهم يجيو ويدوزوا كذلك الفحص.
فقط لا غير. هذا الشيء اللي كاين، ما كاين لا جي بي اس، ما غادي يتجسسوا عليك لا انت فين كاين، ما غادي يعرفوك مع من جالس، ما غيحلوا لك لا كاميرا، ما غادي يتجسسوا لك لا على الاس ام اس ديالك، ما غاديش، يعني انت غتستخدم هذا التطبيق بامان. وهنا باش الوزاره وحتى الشركات اللي طوروا هذا التطبيق باش يبينوا على حسن النيه ديالهم، راح حطوا لابليكاسيون، هاد الروابط كاملين ان شاء الله غير فنقطع اللايف راه غادي تلقاوهم في لي كومونتير، راه حطوا لو كود اوبن سورس، يعني حطوا لك هذاك لابليكاسيون اللي انت مانستالي، شدوا داك الكود البرمجي ديالها وحطوه للعموم، يعني اي واحد يقدر يدخل ويتفحص هذاك الكود، يعني الا كان فيه شي نيه خبيثه ولا زارعين لك شي 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 شي, شي سباي وير ولا زعما شي برنامج تجسسي ولا شي حاجه غيبان في هذاك الكود، يعني هما داك الكود باش صوبوا هذيك لابليكاسيون راه حطوه للعموم، وممكن كاع الناس يدخلوا ويتفحصوا هذاك الكود. بطبيعة الحال انت لما كنتيش مبرمج راه الناس اللي هما مبرمجين راه ممكن انهم يدخلوا ويشوفوا الكود وغيلقاو بما ان هذاك الكود راه كلين وراه ما فيه حتى شي حاجه تجسسيه. اذا تطبيق وقايتنا راه ماشي تجسسي، ما عنده، شوف كانت عندي انا مخاوف انه تطرح شي حاجه ونوليو في مساله التجسس والخصوصيه وهذا، ولكن ولله الحمد الصلاحيات اللي مخوده، اقل صلاحيات اللي هي مطلوبه باش انه نقدروا نحمي راسي ونحمي راسك ونحميو الناس اللي حنا معاهم. فلهذا ممكن انكم تقلبوا على تطبيق وقايتنا سواء في الاب ستور او الاندرويد، كتبوا وقايتنا باللاتينيه او باللغه العربيه وقايتنا، غادي يطلع لك لابليكاسيون انستاليا، سينو انستاليا ديريكتومون من لو ليان اللي غادي تلقاوه في التحت في هذا الفيديو هذا، وهكا باش تقدر تحمي راسك وتحمي الناس اللي معك. هذا هو التوضيح ديالي حول هذا التطبيق هذا، نتمنى ان شاء الله انني فدتكم. بارطاجيوها الاخوان لانه راه بدات الهضره لا تجسسي، راه ما كاين لا تجسس لا حتى شي حاجه، واتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.